انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاستاذ صلاح الدين العواوده المختص بالشان الفلسطيني. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه استاذ صلاح. بدايه دعنا في نتحدث عن العمليه بحد ذاتها، كيف تمكن هذا الشاب الفلسطيني من القيام بهكذا مهمه مركبه ومعقده، يعني المت كما يظهر الصهاينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه كانت هذه العمليه مفاجئه بكل المقاييس، مفاجئه للاحتلال حتى مفاجئه للمراقب الفلسطيني، وهي في سلسلة عمليات حصلت في السنوات الأخيرة أذهلت الاحتلال حقيقة. وبجرأة الشباب ونوعية العمليات نفسها، فسبقه بعملية مشابهة المناضل الذي اعتقل والآن هو في الأسر عصام البرغوثي، والذي هدم بيته قبل أيام عندما قتل جنديين وأخذ سلاحهم عند مفرق مستوطنة عساف شمال رام الله. وقبل ذلك عمليات مثل عملية عمر العبد الذي قتل 3 جنود أيضا بسكين، ولم يستطع الجنود أن يدافعوا عن أنفسهم أو كان الذهول والخوف هو المسيطر عليهم. وقبل ذلك مهند الحلبي الذي قتل ضابطا مسلحا أيضا بسكين، ولم يستطع هذا الضابط لجبنه وخوفه لهول الصدمة من أن يدافع عن نفسه. هذه عمليات نوعية حقيقة استثنائية في تاريخ المقاومة الفلسطينية، التي لطالما شهدنا لها عمليات بطولية ولطالما شهدنا جبن جنود الاحتلال، ولكن الحقيقة تفوقوا هؤلاء الأبطال بعملياتهم النوعية على جنود الاحتلال كونهم فرادى وليسوا أبناء أجهزة عسكرية، ولم يتلقوا تدريبات عسكرية طويلة ودورات عسكرية وما إلى ذلك. وهذا أيضا يشعر الاحتلال بالقلق من أنه كان يواجه في السابق تنظيمات مسلحة، وكانت كل خططه الأمنية وإجراءاته الأمنية لمواجهة هذه التنظيمات، وكان يعبر عن عجزه في مواجهة العمليات الفردية، لكن كانت بالنسبة له العمليات الفردية شاب يحمل سكين أو مقص أو مفك في بعض الأحيان ويطلقون النار عليه، قد يجرح أحد وقد لا يجرح أحد، ولكن هذه عمليات نوعية حقيقية توقع قتلى في الجنود وينسحب من المكان أيضا بشكل آمن وتمر عليه أيام وربما أشهر كما حصل قبل شهرين مع أشرف معالوي. وبالتالي يعني استمرار أستاذ صلاح، استمرار هذه العمليات ضد الصهاينة، هل من الممكن أن تسهم في وأد مشاريع الاحتلال للاستيطان؟ حقيقة هذه العمليات لو ترك للشباب أن يقاوموا الاستيطان سيتفكك الاستيطان كما بني. نحن لدينا تجربة في الانتفاضة الأولى، توقف الاستيطان تماما لولا تدخل السلطة وبدء التنسيق الأمني، وإلا لم تبنى مستوطنات. ورأينا في الانتفاضة الأقصى أيضا كان الاستيطان في ذروة أوسلو أو في ظل اتفاق أوسلو يتوسع، ولكن مع بداية انتفاضة الأقصى انحصر ورحل المستوطنون، وهذا وقائع بالإحصائيات الإسرائيلية. انحصر الاستيطان ورحل المستوطنون من الضفة الغربية، كثير منهم بشكل فردي نتيجة شعورهم بانعدام الأمن، بالإضافة إلى تفريق قطاع غزة من المستوطنين تحت وطأة انتفاضة الأقصى. فلو تخلي السلطة الفلسطينية بين الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني وبين الاحتلال سواء بقواته العسكرية أو مستوطنيه، حتما سيرحل المستوطنون ولن يبقوا لا في الضفة الغربية ولا في القدس الشرقية حتى. نعم الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.